مرحبا بكم الناس الكل في أخبارنا الرياضية. في خبر رسمي، قطر تستضيف كأس العالم للأندية بمشاركة الترجي الرياضي التونسي. بعد أن أجريت الموسم الفارط في الإمارات العربية المتحدة، سوف تغير كأس العالم للأندية وجهتها نحو الأراضي القطرية، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفة رسمية منح شرف تنظيم مونديال الأندية إلى قطر خلال زوج نسخات القادمة في سنة 2019 و2020، قبل أن تتحول إلى الصيغة الجديدة كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريق.